السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دروك نشوفوا هذا الإكزارسيس يزيد يوضح لنا الأفكار. قال لك on désire mettre en ouvert la réaction d'un gaz pur A avec un réactif B. ما عندي كما العادة عندي الغاز هو الـ A والرياكتيف هو الـ B. dissous dans un liquide la concentration CB étant de l'ordre de 2 kmol par mètre cube. Des expériences faites sur un petit appareil de laboratoire ont montré que la réaction était du premier ordre par rapport à A et par rapport à B. La constante de vitesse est K2 égale à 300 mètres cubes par kilomol fois degré Celsius et la divisivité de gaz A dissous dA égale à 3 multiplié fois 10 puissance moins 9 mètres carrés par seconde. Vaut-il mieux mettre en ouvert cette réaction dans une colonne à garnissage à contre-courant ou dans une colonne à but? Tu m'as dit que je maintenant ان نشوفوا هذه لا رياكسيون اسكو راهي تصرا في لا كولون ا غارنيساج ا كونتر كورون او بيان في لا كولون ا بي. دروك غادي نشوفوا ليكسبليكاسيون تاع ولا انتربريتاسيون تاع هذا ليكزارسيس كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال. دروك تبعوني على بركة الله تعالى. هيا دروك تبعوا معايا مليح. دروك حنا البي تاعنا بين نوصلوا اسكو رانا في الكولون ا غارنيتاج او بيان الكولون ا بي. تبعوني مليح. دونك لو شوا دي تيب دو رياكتور Oui. Dépend surtout bien sûr de régime de réaction. C'est bon? Bien sûr, il y a la réaction qui dépend comme à lui. يعني راه متعلقة قلنا كي ديبون وي دي كريتير دو هذا معناتها شغلة معناتها انا باش نخير لو شوا دو رياكتور لازم نحسب لو نومبر دو اطا باسكو متعلقه به صحيح فهم دروك تبعوني اول حاجه اش غادي ندير غادي نحسب لو نومبر دو اطا صحيح تبعو مليح دروك غادي نحسب لو نومبر دو اطا انا اش نعرف نعرف بلي اطا ولا اش ا كيما حنا كنا نحسبو اش ا معليش اش ا ايغال دونك هي لا راسين 2 par 2 هاي مضروبة في الدي أ لا ديفيزيبيتي باش في السي بي إف هادي هي هاي ولا سي بي نورمال سير كا إف هذا هو القانون هاي دونك كوم انديكي دون لو طابلو اون ا اون جينيرال دون دي كولون ا غارنيساج ا كونت كورون دونك هنا في لا كولون ا غارنيساج في كونت كورون شنو عندنا هنايا عندنا بلي كا ال محصور ما بين ال 04 و 2 هادو لي دو مضروبين في 10 بويسونس موان 4 صحيح في لو طابلو اللي غادي نبينه لكم دوك تشوفوه في اسفل الفيديو الرابط تاعه صحيح باسكو راني دايره فيسبوك الرابط هذا تاع غادي من اليوم ان شاء الله نولي ندير لكم الرابط تاع ليكزارسيس و تاع لي طابلو اللي غادي نولي نخدموا بهم ان شاء الله. المهم في هذا الطابلو اللي غادي تحوسوا عليه غادي تسيبوا كا ال في الكولون اغارنيتاج كا ال محصور خاطر ماشي عاطيني لي دوني دروك الفو دروك ننسي نحسب بال لا كولون اغارنيتاج باش بالكولون ابي خاطر قال لك خير وينه صحيح تبعوني دروك هنايا
الكائر دروك في لاكولون اغارنيتاج اغارنيتاج هنا بلي كائر الكائر هذا راح محصور بين شعوله هذا وهنا يا خير روني مليح هذا الكائر راه محصور بين قيمتين غادي نسيبوه بين محصور بين قيمتين راه مديرين ديريكت يعني اكبر واكبر صحيح هي هي 0.4 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 صح بيان سور متر بار سكوند ومحصور بين 2 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 متر بار سكوند محصور بين هذو القيمتين صحيح دونك هنا دونك شحال عندي دروك كويس عندي كائن دروك نجي نحسب لو نومبر دو اتا صحيح لو نومبر دو اتا وين نحسبها نحسبها في الجهه هذه ونحسبها في الجهه هذه صحيح بالكائن من يساوي هذا والكائن من يساوي هذا خاطش راني نخدم بالحصر صحيح ماشي عندي قيمه ثابته صحيح خاطش راني ما عطانيش هو المقاييس روحت للجدول وخيرتهم دروك نولي نخدم بالحصر صحيح متفاهمين عليهم دروك المعطيات الاخرين راه عاطيهم لي غير كائن ما راهش عاطيها لي بويسك روحت للطابلو وخرجت منها صح باسكو حدد لي قال لي وينه خا تكون ما قال ليش اسكو كولون اغارنيتاج ولا قال لي لا اش غادي يعطيني غادي يعطيني لا فالور تاعك وانا نستنتج وينه دروك بويسك ما عطانيش لا فالور تاعك بصح عطاني الاثمات يعني نروح للطابلو نلجا للطابلو طيب بالحصر دونك هنا راه عاطيني كلش دروك راه عاطيني الدي اف عاطيه لي 3 ميتيبلي فوا 10 بيسونس هاني الدي ار عطيه لي اللي هو 3 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 9 وعطيني كادو كادو نورمالمون عطيه لي تواصل هكا تواصل وعطيني ال سي بي عطيه لي 2 طيب هادو هما تما راه عطيني كلش دروك طيب دروك شنو عليا يعني ما عليا غير ابليكي دروك في بلاصه الدي ار دروك في بلاصه الدي ار شنو نعاود نعاود 3 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 9 3 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 9 وفي بلاصة سي بي شنعاود نعاود 2 طيب نعاود 2 فوا 2 وفي بلاصة في مكان كا 2 نعاود 3 مي 3 سون باردون نعاود 3 سون 3 هنا تاع الاخر فوا 3 سون طيب والكا ال غادي نعاودها فور دو فالور طيب فور دو فالور اللي هي نعوض منها 0.4 نعوض هنا 0.4 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 صحيح هذه هي كي نعوض هذه الاش ا شحال غادي نلقى نلقى لا فالور هي 6.7 6.7 صحيح كيما شنقول نكتب بلي اقا كذلك راهي محصور بقيمتين اللي هي شحال كي عوض في هذه الجهه تاع الكائن هذه الجهه تاع الكائن كي عوض بهذه القيمه شاطر صرت 6.7 سيت بالبيت خاصني في الجهه شندير غير كا ال ما نبدله الكا ال كان 0 كا دروك نبدله شنعوض نعوض 2 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 2 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 باردون 2 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 10 بويسونس موان 4 دونك انا كي غادي نعوض هذه 2 ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 شحال غادي نقص واه هادي تعاود كائن غادي تلقى الاش ا منها باسكو راك معوض منها صحيح دونك الاش ا ما غاديش تلقاها في الجزء بيتات مي تلقاها كاز ميتيبلي فوا 10 بويسونس موان 4 لا باردون باردون عندنا الفالور تاع الفا نعاود نحسبها 300 300 دونك نلقوها 13.4 13.4 ما هناش نكتب نكتب 13.4 هذه هي هذا مكان دونك هنا بعد ما حسبنا هذه لو نومبر دو اطا بعد ما حسبناه اش رانا نشوفوا رانا نشوفوا الاطا محصوره بين 6.7 و 13.4 حنا اش كنا نقولوا مي كنا من قلت لكم لا رياكسيون باش تعرفها اسكو راهي رابيد ولا لون باش نقارنوا الاطا باش بالطروه دونك هنا راهي كبيرة على 6.7 ثم باينة راهي كبيرة على الثروة ثم رانا نشوفو بلي الأطا راهي في كاع الحالات راهي كبيرة على الثروة دونك لا رياكسيون تاعنا كي دايرة
راهي لا رياكسيون طري رابيد صاي. وكي تكون عندي رياكسيون طري رابيد معناتها راهي تملك اير انترفاسيال. شفتوا هذيك اللي كنا نديرو في الوسط، كنا نديرو هنا لا كونسونطراسيون، هنا لا بريسيون، هنا لا كونسونطراسيون. كنا نقولوا باللي هذاك الوسطاني هو اير انترفاسيال. ثم راهي كيما نقولوا هذا اللي اكزيرسيس درته في انتربريتاسيون. دونك هنا نقولوا باللي راه عندنا غرون اير انترفاسيال، معناتها لا رياكسيون راهي تصرا في هذاك الاير انترفاسيال. طيب هذه هي. طيب دونك هنا اش نكتبوا؟ دونك نشرحوا مليح. On voit que dans tous les cas, le critère de ATA, c'est le nombre de ATA, est supérieur à 3. هذه اللي قلناها. On est donc origine de réaction rapide. Réaction rapide, c'est bon. A priori, on préférera une colonne à garnissage. Garnissage qui combine une assez grand R interfacial. C'est bien dire bien. Grand R interfacial et une faible rétention. Ma habsou le vidéo parce que vous parce que je me suis fait. Donc faible rétention. Faible rétention, oui, entièrement. Entièrement dans le film. Et il n'est pas. Intéressant d'avoir une forme rétention Bien sûr, la rétention de confort, bien sûr, ça liquide, deux liquides. Puis, nous avons une forme de rétention de liquide. Maintenant, je vais vous donner une colonne AB.
بي. سي بون. هذا هو التمرين صحيح، هذا هو التمرين يعني جيس بور انترتاسيون. طيب مفهومه هذه هي. أيوة، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.